بوزيدي سائق معني للسيارة الأخرى الصيف الطالي مدينة أكادير. أول حاجة كنشكر مغرب تايمز على هذه المبادرة وعلى هذا اللقاء اللي غدير معايا. فيما يخص الموضوع ديال الغازوال، فكما كنعرفوا الدعم الغازوال بالنسبة لسائق سيارة الأجرة اللي كانت الحكومة وعدت به السائقين بأنهم غدعمهم فهاد الفترة اللي فيها الحلقات يعني الثمن ديالهم طالع بزاف. وكانوا الإخوان يعني كيتسناو هاد المنصة اللي غدار باش يتسجلوا فيها ويستافدوا من هذا الدعم هذا، الا انه يوم الاربعاء ملي تلقت المنصه هذه الالكترونيه مجموعه من السائقين اللي تصدموا، لان لقوا بان هذه المنصه هذه خاصه بمستغلين سيارات اجره، يعني الدعم كيخرج بسميه الكارت غريس. وحنا كما كنعرفوا بان مجموعه من السائقين المهنيين المزاولين المهنه الغير مستغلين هما اللي كيديروا الغازوال، ماشي الناس اصحاب الاسطول اللي كيديروا الدعم هذا. فالدعم خصو يتصرف للسائقين اللي خدامين المزاولين المهنه وكذلك المستغلين المزاولين المهنه. ثاني حاجه اللي بغيت نتكلم عليها بان هذا الدعم هذا واخا غيكونوا يعني المستغلين اللي كيتقوا الله وغيعطيو يعني هذاك الدعم غيعطيوه للسائقين ديالهم، الا ان الطريقه ما خصهاش تكون اصلا، لان خص الدعم يدوز مباشره لهذا السائق المهني المزاول المهنه. ثاني حاجه اللي بغيت نتكلم عليها هو هذا، لان ربما هو ماشي دعم، لان الدعم اللي خصو يكون هو اللي خرج في 2013 وتقبر الى يومنا هذا. الدعم ديال المحروقات اللي غيكون دائم، لان دابا هذا ديال هاد السعاين هو غير مؤقت، يعني على حسب الاسعار ديال النفط اللي طالعه في هاد الاونه هادي، يعني يوم فوق غترجع الاسعار الثمن ديالها غادي تقطع. فاحنا كنطالبوا ارجاع الدعم اللي كان في 2013. ذلك كاينين السائقين اللي خدامين يعني سيارة أجرة اللي هي كثيرة، يعني اللي أصحاب ديالها يعني ميتين، فهاد الناس ما غاديش يستافدوا من الدعم، ويعني السيارات كثيرة بزاف اللي مولاي ميتين وباقي يتصل وتجول في مدينة أكادير وكذلك في المغرب كامل، فحتى هاد الناس ما غاديش يستافدوا. فنتمنى أن الداخلية هي اللي تدخل في هذا الامر، اللي حنا تابعين وزاره الداخليه وتنسق مع وزاره الماليه وزاره النقل باش يشوفوا الناس اللي كيبوانتيو، هذوك هما اللي خدامين وهما اللي خصهم يستافدوا من هذا الدعم ديال الغازوال. بالنسبه للين ديال البلايص، فهذيك الزياده هي كما كانت الحال دائما هذيك الخدمه فهي دائما في صالح المواطن، لان حنا كنعرفوا في مدينه اكادير خدامين بالعداد، وملي كتزاد اي شي زياده كتكون بقرار عاملي، الا ان هذوك الناس اللي كيديروا البلايص، فهذيك مساعده من دوك الناس ديال دوك السائقين اللي كيوقفوا تما كيتسناو النوبه ديالهم باش يديو يعني الزبون المكان ديالو بواحد الثمن، كيقسموا على ثلاثه، العدد كيقسموا على ثلاثه، فدائما ذاك الثمن دائما في صالح المواطن. تسال هذا الدعم ديال الغازوال اللي خرج السائقين ما توصلوش به، والطريقه باش خرج ما فهمتش كيفاش خداو المعلومات، واش خداوهم عند المعلمين الشكاره ولا خداوهم عند ممثل السائقين، لان السائقين هما اللي كيديروا الغازوال ماشي المعلم الشكاره الباترون كما يسمى صاحب المدونيه. وكانت سال هاد المدونيات اللي كاين اللي عنده 20، كاين اللي عنده 50، كاين اللي عنده 100، ما عرفت انا منين جات هاد الشيء، من اين لك هذا؟ واش هاد الفلوس جاو من السماء ولا ما عرفت؟ باش كيشريو هاد المدونيات ب 40 مليون ما كيخلصهم على الضريبه على الدخل وعلى الضريبه على القيمه المضافه، زائد على المداخل ديالو اليوميه، يعني كيدخل 400 درهم كل يوم، ويعني 12000 درهم في الشهر، خص يخلص عليه 20% ديال التيفيا، 20% ديال التيفيا، يعني الضريبه على الدخل على القيمه المضافه. ومن جهه ثانيه الدعم ديال الغازوال ملي دار السي بنكيرار تحرير قطع المحروقات 2011 قال لنا ما ديروش الدرهم ما تزيدوش في العداد، ودابا من ديك الساعه كتمشي للسائق 30 درهم 40 درهم في النهار في ذاك تحرير القطع. وكنتمنى باش هذاك الدعم اللي خرج اللي خداو من المعلمين الشكاره الباترونات اللي في الخماسيه اللي كيمثلوا المعلمين الشكاره ما كيمثلوش السائق، راه خداو 10 الملايين باش يجددوا دوك السيارات ديالهم، ولكن قال لك تجديد الاسطول، رغم ان هذاك الدعم راه خرج للغازوال في 2011 وما كاينش حتى شي واحد كيهضر على هذا الدعم، والسائق كيدعم يوميا 40 درهم 30 درهم في النهار من 2011، الى حسبتي 1200 درهم شهريا، يعني بحال الا كيشري هو بوطاكاز 200 درهم والدقيق ب 400 درهم والسكر والزيت بضعف الثمن، هذا سائقين السيارات الاجره. كنتمنى يلتفتوا لهذا سميتو السائق
باش يعطيوه الحقوق ديالو. سيرتو كاين دابا نيترا كاين اللي مازال ما عندهمش التغطيه الصحيه، كاين اللي ما عندهم التقاعد، كاين دابا المريض ما عندوش باش يداوى، كاين عندنا مع السائق دابا كاين عندنا السائق دروك راه عنده العمليه ديال القلب ما عندوش باش يديرها، ما عندوش لا سورانس ما عندو لا السينيسيس. وكنتمنى من الوزاره المكلفه بالنقل هذا الشيء ديال الطاكسيات يرجع لوزاره النقل باش تحرروا، يكون تحرير قطاع النقل، واللي بغى يدير النقل يدير الشركات ويدير القوانين للسائقين العمال ديالو، ويكون هذا الشيء منظم. وحتى السيارات راه كاينين متهالك باقي كدور في الكودرون وكيتسناو عندهم 10 المنايه باش يبدا هذيك السيارات المتهالكه، خصو يعرفوا فين مشى. راه ذاك اللي عنده 20 سياره الاجره كيعطيو 10 المنايه يبدل بها السياره، هو كيدخل 20 مليون اصلا شهريا، كاين اللي ما عنده حتى ريال كيعطيه هو. راه كنظن هذا الشيء ماشي معقول.